السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك شباب في الجزء الثاني من الفسيولوجي of the nervous system. هنتكلم فيه عن البرين اند مايند وإيه الفرق بينهم وإيه أهم أماكن في البرين المفروض نهتم بيها في الترم. خلونا الأول نبقى عارفين إن البرين عبارة عن structure معقد جدا مرتبط ببعضه جدا، وفي نفس الوقت الارتباط بينه وبين بعضه عبارة عن تشعبات كتيرة جدا من الفايبرز ومن الاستيمولاي ومن الفانكشنز ومن البرسبشن ومن حاجات كتير قوي. فاحنا عشان نحاول ان احنا نبسط الموضوع ونحاول نفهم عظمة ربنا في الموضوع شوية، فاحنا هنحاول نقسم البرين لثلاث اماكن كبار. احنا قلناهم بالفعل في المحاضرة الأولى اللي هو الهند برين أو البوستيريور بارت بتاع البرين، الميد برين أو الميدل بارت أوف ذا برين، والفور برين اللي هو المنطقة الأمامية من البرين. قلنا إن الفور برين الفرونتال زون يعني مسؤولة عن الأتنشن، مسؤولة عن البرسوناليتي، مسؤولة عن البيهيفير، مسؤولة عن حاجات معظمها تدل على شخصية أو طباع الشخص. الميد برين مليان interpretation of signals motor و sensory signals وكمان جزء من الميموري، والهند برين فيه معظم السنسوري ستيمولاي، فيه معظم البيزك فانكشنز، وفي حاجات مهمة جدا في الفيجوال سيستم. فاحنا دلوقتي هناخد الكومبلكس برين نحاول ان احنا نبسطه شوية بحيث نبقى احنا عارفين ايه اهم فانكشنز احنا محتاجين نكون ملمين بيها بالنسبة للبرين. الهند برين او الجزء الخلفي من البرين فيه ثلاثة structures مهمين جدا جدا، وهم المدلة والبونز والسيريبيلوم. خلي بالكم ان التقسيمة هنا عبارة عن هند برين، ميد برين، فور برين، يعني متقسمة according للبوزيشن اللي احنا بنتكلم فيه. يعني بتكلم على posterior part of the brain ولا على الميدل بارت ولا على الانتيريور بارت، لانك لو اتكلمت في تقسيمات تانية هتلاقي ان الميد برين والبونز والمدلة على بعض اسمهم البرين ستيم، والجزء المتبقي من البرين بقى اسمه سيريبرم، و تقسيمة تانية خالص. هنا احنا بنكلمك على اساس احنا قاسمين البرين تلات تلات، تلت خلفي اللي هو الهاند برين، تلت متوسط اسمه الميد برين، وتلت امامي اسمه الفور برين. فهتلاقي الاستراكشرز الموجودة في البوستيرور بارت اسمهم كذا، الموجودة في الميدل بارت اسمهم كذا، عشان بس التقسيمات ما تختلطش عليك بعد كده ما تشوف كلمة ميد برين وبونز ومضلة مع بعض في برين ستيم تقول لا هو الميد برين ده هو اللي صح، ولا الميد برين اللي اتقال لنا ان البوزيشن هو اللي صح. فدي دي صح ودي صح، هنا بنتكلم على البوزيشن او على انهي تلت في البرين اللي بنتكلم عليه. طيب الهند برين جوه المظلة، المظلة فيها تقريبا كل الاوتونوميك فانكشنز بتاعتك، كل السيستمز اللي بتشتغل بشكل انفولنتري تقريبا بتنبع من المظلة. واشهر حاجة في المظلة اللي هو respiratory centers. respiratory centers موجودة في الانفير بارت بتاع المظلة، والجزء ده خطير، لان طبعا respiration عبارة عن involuntary ميكانيزم شغالة طول اليوم. صحيح انت ممكن تتحكم فيها بشكل voluntary بمزاجك، لكن الأساس بتاعها ان هي autonomic او automatic شغالة معظم الوقت لوحدها. مظلة برضو فيها كمية centers تانية بس احنا مش هنتعرض ليها، ان شاء الله هنتعرض ليها بالتفصيل في المادة بتاع دكتور عمرو حسن، مادة البشري. هتلاقوا بقى بالتفصيل ايه بقى الارياز وايه المناطق وبتشتغل ازاي. انت هنا بتاخد اهم حاجات لازم تكون عارفها كفيزيكال ثيرابيست. البونز هي الحتة المتوسطة من جذع المخ من البرين ستيم، وفيها نيوكلياي مهمة جدا زي الفيشيا نيوكلياي لما تتعاملوا معاها ان شاء الله، لكن فيها السليبنج سنتر، سليبنج ستيجز، ودي قصة طويلة عريضة الحمد لله ان احنا ما بنتعاملش فيها، لان ليها دكاترة بشكل خاص اسمهم سليبنج ديس اوردرز دكتورز، دكاترة اضطرابات النوم. المراحل بقى الأولانية، مراحل مش عارف التعمق في النوم، النوم البسيط، قصة طويلة عريضة. لكن البونز مشهورة بإن هي تتحكم في السليبنج ستيجز، وبعد كده إن شاء الله ما نخش في موضوع الكرينيال نيرفز هتلاقي إن الفيشيا نيوكلياي موجودة فيها، وده من الأمراض اللي إحنا بنتعامل معاها بشكل مستديم، الفيشيال بولسي. فأنت هتبقى مهتم جدا تعرف إذا كان الفيشيال بولسي جاي بسبب بونتاين ليجن او بونتاين تيومر، ولا جاي من الفاشيال نيرف الموجود بريفرالي على منطقه الماستويد فورامين. اخيرا السيريبيلم، السيريبيلم منطقه مشهوره جدا، المخيخ هو مسؤول عن الكوردينيشن اوف فولانتري موتور اكتيفيتي، ومسؤول عن حته كبيره من الريتنشن
of learning، انك ازاي تحتفظ بالموفمنت سيكونس اللي انت اتعلمتها، زي اللي بيتعلم السواقه وزي اللي بيتعلم رياضات مثلا دفاع عن النفس، زي اللي بيتعلم اي حرفه، زي اللي بيتعلم المهنه بتاعتنا وعايز يعرف مانوال تكنيك معين. السيربيلم مسؤول عن تصحيح الاخطاء بتاع الفولانتري موفمنت، وفي نفس الوقت تصحيح الاخطاء ده ليه كميه لوب ميكانيزم كبيره جدا مع ارياز تانية في البرين، بحيث يحصل لك نوع من الريتنشن اوف انفورميشن في الميموري بتاعتك، فتتحول بعد كده الموفمنت باترن او موفمنت سيكونس بينتج بشكل اوتوماتيك من غير ما السيربيلم يتدخل تاني. فالمظله مسؤوله عن معظم الاوتوماتيك فانكشنز، اشهرهم ريسبيراتوري فانكشنز. البونز مسؤوله عن حاجات كتيره، اشهرها الفاشيال نيوكليوي ديسفانكشنز واشهرها السليبنج باترنز. السيربيلم مسؤول عن الفولانتري موتور اكتيفيتي والكنترول بتاعها او الكوركشن اوف ايرورز، مسؤول عن حته كبيره جدا من الريتنشن اوف انفورميشن ديورينج الليرنينج بروسيس. الجزء الثاني بالاناتوميكال بوزيشن هنسميه ذا ميد برين، المنطقه المتوسطه من البرين، وفيها اهم شيء فيها هو الريتيكولار فورميشن. الريتيكولار فورميشن مسؤوله عن الفلتره، حتى احنا بنسميها شرطه المرور في المخ، يعني ترافيك كابس. ليه ترافيك كابس؟ الريتيكولار فورميشن مسؤوله جدا عن الاورنس والاتنشن والاورينتيشن بتاعك، تمام؟ فهي مسؤولة عن انك تفضل مركز على اللي انت عايز تركز عليه، وممكن تفلتر حاجات تانية انت مش محتاج تركز عليها. مثلا الصورة هنا فيها البرين نفسه وفيها رسمة وحتة منورة وحتة مظلمة، نفسك انت عينك معظم الوقت رايحة على المنطقة المضيئة في الصورة، المنطقة المظلمة شوية انت ممكن تتجاهلها او ما تاخدش بالك منها. حتى الكالرز بتاعت البرزنتيشن نفسها تلاقي انك راحت مباشرة على اول لون واضح اللي هو اللون الاحمر شوية، بعد كده الدنيا ممكن تبقى متساوية شوية مع الالوان التانية. فاللي عمال يفلتر السنسوري انبوت ويخليك تركز هو الريتيكولار فورميشن. الريتيكولار فورميشن جواه سيستم منفصل جواه اسمه الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، ده مسؤول بشكل ضخم جدا عن السليب اويك سايكل، يعني انت بتنام ازاي وبتصحى امتى والكلام ده كله. بالتالي الريتيكولار فورميشن بتلعب دور ضخم جدا جدا في فلتره السنسوري ستيمولاي، في الاورنس، في الاورينتيشن، في السليب اويك سايكل. بالتالي هي خطيره جدا جدا لدرجه انها بتسمى شرطه المرور. شرطه المرور اللي بتحدد امتى تبقى الحاجات مهمه نهتم بيها وامتى ما نهتمش بيها. فالريتيكولار فورميشن واحده من اقوى الفلتريشن سيستم الموجوده على مستوى البرين. يجي بقى للمنطقة الثالثة اللي هي الفور برين أو المنطقة الأمامية من البرين، هتلاقي فيها أهم ثلاث أماكن. طبعا كلمة كورتكس كلمة كبيرة جدا، أنت كأنك بتقول البرين كله، بس هنا الفور برين إحنا بنتكلم على أساس إن هو المنطقة السطحية اللي هي تبقى على السيرفس، لو إحنا بنتكلم على العمق يعني بتاع البرين. هتلاقي الهند برين كان ديب قوي ورا، ثم الميد برين بقى في النص شوية، لكن الفور برين هو كل المنطقة اللي بره. طب احنا عايزين ايه؟ عايزين ثلاث حاجات مهمين. عايزين الثالاموس، والثالاموس بنسميه محطه القطر، الريلي ستيشن بتاع تقريبا كل السنسوري انفورميشن اللي رايحه للبرين، وتقريبا في شويه حاجات تانية مش بتعدي على الثالاموس، لكن مجازا نقدر نقول ان الثالاموس هو الريلي ستيشن بتاع كل سنسوري انفورميشن اللي مسيرها بعد كده تطلع للبرين، فهو فلتريشن اريا مهمه جدا، وفي نفس الوقت بيسمح ان البرين يرتب الاولويات بتاعته تجاه السنسوري انفورميشن. في ملايين السنسوري ستيمولاي حواليك في كل لحظه، وكمان في بعض الاوقات الثالاموس بيتدخل بشكل مباشر في ان هو يمنع جزء كبير من هذه السنسوري انفورميشن ان هي تطلع يحصل لها بروسيسنج، لانه بيعملها اصلا نيجليكشن. رقم اتنين الليمبك سيستم. الليمبك سيستم عباره عن جزء كده مسؤول عن البرسبشن او الفهم لهذه السنسوري انفورميشن، لكن مختص شويه بالايموشنز، بالدرايفز، بالبيهيفيورز. يعني الايموشنز سواء نيجاتيف ايموشنز زي الخوف، زي التهديد، زي الحزن، زي الحاجات دي، والبوزيتيف ايموشن برضو السعاده، المرح، التفاؤل، هذا الكلام. درايفز معناها الحاجه اللي بتقودك ناحيه تنفيذ شيء، زي الاراده، زي التصميم، زي الحزم، وات ايفر. والبيهيفيورز طبعا اللي هي الانماط السلوكيه بتاعتك، طريقه التعامل وهكذا. الليمبك سيستم من الاماكن المهمه جدا، وكمان مسؤول عن حته كبيره جدا من الميموري فانكشنز بتاعتك. فالثالاموس والليمبك سيستم من الاماكن اللي مهم جدا جدا تكون اوير بيهم، واوير بالفانكشنز بتاعتهم، واوير بالنيورو بتاعهم كاناتومي وفسيولوجي، لانك بعد كده هتعرف ان هم مهمين جدا في معظم الديزيزز، سبيشالي
الثلاميك كونديشنز اللي ممكن تتعرض لها في بعض المرضى او الناس اللي عندهم مشاكل في البيهيفير او الايموشنز او الاتنشن، وبرضو عندهم جزء كده اصابه مش مفهوم في الليمبك سيستم، وبالتالي ابقى فهمت ليه عندهم مشاكل نيجاتيف ايموشنز، عندهم لاك اوف درايف، عندهم مال بيهيفيرز وما الى ذلك. تعال نخش بعمق شويه جوه الليمبك سيستم، وعايزين منه ثلاث حاجات كبار، عايزين الهايبوثالاموس، عايزين الاميجدالا، وعايزين الهيبوكامبس. الهيبوكامبس جزء كده مختص شويه بالميموري، فورميشن اوف ميموريز. فورميشن اوف ميموريز معناها تكوين الذكريات بتاعتك، او ان انت بتحاول تكون حدث فيجوال او اوديتوري او ميكسد بشكل معين، او انك بتكون ذكرى عن حاجه سنسوري، حاجه انت عملت لها تاتشنج، حاجه انت عملت لها هيرنج، حاجه انت عملت لها حتى بوشنج، اي حاجه انت عايز تعملها فورميشن اوف ميموري. معظم الكلام ده بيتكون جوه الهيبوكامبس. الاميجدالا عباره عن نقطه برضو جوه الليمبك سيستم، لكنها مختصه شويه بالحاجات اللي فيها اكستريم ايموشنز. اكستريم ايموشنز ممكن تبقى بليجر، بليجر معناها سعاده شديده، او فير او نيجاتيفيتي شويه. وفي نفس الوقت الاميجدالا مسؤوله بشكل غريب شويه عن القصه بتاعت الريكوجنيشن اوف فيرز. يعني انت ممكن تتعرف على النيجاتيف ايموشنز عند الشخص اللي قدامك، تلاحظ عليه ملامح خوف او ذعر او ترقب او تربص، وات ايفر، الحاجات دي كلها حاجات عاليه. انت مش مجرد انك بتشوف الانسان بتقول ان هو عادي، لا، ده انت بدات كمان تدخل شويه في كيفيه الشعور بتاعه. هذا الكلام مسؤول عنه الاميجدالا اللي جوه الليمبك سيستم. اخيرا وليس اخرا، يمكن يكون اهمهم، يعني الهايبوثالاموس مسؤول تقريبا عن كل الاندوكراين سيستم في جسمك، مسؤول عن التمبريتشر كنترول، مسؤول عن حاجات كتيره جدا يعني. بالتالي هو الماستر بتاع الاندوكراين سيستم، ماستر بتاع الهرمونز، ماستر بتاع التمبريتشر، فده الترموستات بتاع جسمك. فده مهم جدا جدا انك تكون ملم من الهايبوثالاموس، جزء هو والاميجدالا والهيبوكامبس هم كلهم على بعض ليمبك سيستم. هذا السيستم مسؤول عن الكراينال سيستم، مسؤول عن التمبريتشر كنترول، مسؤول عن النيجاتيف ايموشنز، مسؤول عن الميموريز. كل دي حاجات تخص الليمبك سيستم. انك ممكن تلاقي سؤال مش جاي في الهايبوثالاموس ولا جاي في الهيبوكامبس، جاي لك يقول لك الليمبك سيستم از مثلا كيبل اوف ريكوجنيشن اوف نقط، والنقط دي من جواه مثلا فير ريكوجنيشن، فانت مش فاكر الليمبك سيستم ايه الحاجات اللي جواه، لكن فاكر مثلا الاميجدالا هي اللي بتعمل ريكوجنيشن اوف فير. فانت لو مش عارف الليمبك سيستم ايه اللي جواه كايتمز، ممكن تلاقي الإجابة مش مظبوطة معاك. فالليمبك سيستم بيتكون من هايبوثالاموس، أميجدالا، أند هيبوكامبس. الكورتكس، الكورتكس بتاعك عبارة عن أربعة لوبس كبار: الفرونتال لوب، البارايتال لوب، التمبرال لوب، والأوكسيبيتال لوب. دول برضو متقسمين اكوردنج للبوزيشن بتاعهم. الفرونتال لوب هو هو الفور برين بتاعك، اللي كان مسؤول عن الاتنشن، مسؤول عن الثينكينج، مسؤول عن البيهيفير، مسؤول عن شويه حاجات كده كلها بيرسوناليتي. البارايتال لوب مثلا اللي وراه على طول، ده جواه المين موتور اريا والمين سنسوري اريا، فهو فيه معظم السيجنالز بتاعه الموتور والسنسوري. الاوكسيبيتال لوب فيه مثلا الفيجوال ارياز، فهو مسؤول شويه عن الجزء بتاع الفيجن والانتربريتيشن بتاع الفيجوال ستيمولاي والكلام ده. البارايتال لوب او سوري التمبرال لوب هو اللي تحت البرايتال على طول، فهو اللي جواه الميموري ارياز وهو اللي جواه الاوديتوري ارياز. بعد كده هتلاقي نفسك بتدور على اللوب، ايه الارياز المشهوره فيه والارياز بتنفذ ايه. فانت ممكن مجازا تقول اللوب الفلاني مشهور بكذا على طول، بدل ما تقول ان اللوب الفلاني جواه الاريا الفلانيه اللي بتعمل الحاجه الفلانيه. لا، انا عارف ان اللوب الفلاني هو مشهور مباشره بكذا. البرايتال لوب مثلا مشهور بالميموري واللانجوج ومثلا الاوديشن السمع. الاوكسيبيتال لوب مشهور مثلا بالفيجوال، مثلا بالفيجن بتاعي. الفرونتال لوب مشهور بالاتنشن والاورينتيشن والبيهيفير والثينكينج وهكذا. فالكورتكس ما هو الا لوبس، واللوبس ما هي الا ارياز، والارياز ما هي الا سيل بوديز متحده مع بعض بتنتج نفس الوظيفه. طيب، ما انا عندي البرين نفسه عباره عن اتنين هيمسفيرز، نص يمين نص شمال، وكل نص منهم يحتوي على فرونتال لوبس، ويحتوي على بارايتال لوبس، ويحتوي على تمبرال لوبس، وعلى اوكسيبيتال لوبس. هل هم بينفذوا نفس الوظائف بالظبط؟ هم يقدروا ينفذوا نفس الوظائف بالظبط، لكن في افضليات في لوب في بعض الوظائف
وافضليات الناحيه الثانيه في بعض الوظائف. يعني هتلاقي مثلا ان الليفت سايد اوف ذا برين او الليفت سيريبرال هيمسفير مشهور بالماثيماتيشنز، مشهور بالعمليات الحسابيه والمنطقيه، مشهور باللوجيك. الرايت بارت اوف ذا برين او الرايت سيريبرال هيمسفير مشهور شويه بالايماجينيشن والكرياتيفيتي والثينكينج والحاجات اللي فيها نوع من الابداع. هل معنى كده ان المنطقتين ما يقدروش ينفذوا الاثنين؟ لا، بيقدروا ينفذوا الاثنين، بس الاشهر ان الليفت سيريبرال هيمسفير بمشهور عن اللوجيكال بارت بتاعك، والرايت سيريبرال هيمسفير مشهور عن الكرياتيفيتي والايماجينيشن بارت بتاع البيرسون ده. لكن هل هذا الكلام محدد في الناس؟ يعني كل الناس بالشكل ده؟ مش شرط. بعض الناس بيلاقوا ان الاكتيفيتيز بتاعه الاورينتيشن والكرياتيفيتي والكلام ده ايكوال في الاثنين، وناس ايكوال في الليفت سايد. لكن احنا بنتكلم عليه ده اللي هو البيزك بتاعك، انك تكون فاهم ان في افضليه دايما لوان هيمسفير في الكرياتيفيتي عن التاني، وفي افضليه دايما لوان هيمسفير في اللوجيك بارت عن التاني. رايت اور ليفت مش هي دي اللي هتفرق دلوقتي في اخر الليتريتشر، لكن بالنسبه للمنهج بتاعنا فاحنا بنعتبر ان الرايت سيريبرال هيمسفير هو الكرياتيف والليفت سيريبرال هيمسفير هو الماثيماتيشن او اللوجيكال بارت بتاعه. فهو هنا بيحاول يبينها لك بشكل لطيف شوية، وقسم لك البرين نص يمين نص شمال. بص كده على نص اليمين تلاقي دراما، تلاقي ميوزك، تلاقي مديتيشن، تلاقي ايماجينيشن، حاجات كلها كرياتيفيتي. الليفت سايد فيه اليوزر فاكتس، فيه السبيتش، فيه النمبرز، فيه البازلز، فيه الاناليسيس، فيه اللوجيكال كوزز. بيحاول بس يفهمك ان الرايت سايد more creative and this side more logical، والاثنين بيتحدوا مع بعض. يعني مش معنى ان ده more creative والتاني more logical ان انا بستخدم واحد منهم بس، لا، انت بتستخدم الاثنين. انت ممكن ترسم رقم وممكن تكتب الرقم بس، انا كتبت الرقم بس وخلاص ده logic، لكن انا عمال ارسمه والونه واحور فيه ده creativity، بالرغم ان هو رقم برضو وانه حاجه ثابته. فدايما الاثنين يعني intermingled مع بعض جدا، شغالين مع بعض دايما. لكن هو بيحاول ينبهك ان في جزء دوميننت عن جزء في الكرياتيفيتي، والجزء الثاني دوميننت في اللوجيك. الجزء بتاع الميموري اللي احنا ذكرناه في الهيبوكامبس واللي احنا ذكرناه في السيريبيلم. السيريبيلم مش مسؤول عن الميموري، لكن مسؤول عن الليرنينج بروسيس، ان هي تروح تتخزن في الميموري. الميموري لغايه دلوقتي في الهيومنز مش مفهومه بشكل كبير، بالرغم من ان هي متقسمه كويس جدا، وفيها immediate memory وفيها recent memory وفيها remote memory حاجه قديمه، لكن فيها working memory يعني حاجه اثناء الشغل بتاعي هي بتسعفني او شغاله على طول، برضه اللي هي immediate في بعض الاحيان بتبقى نفس الوصف. لكن الميموري اتسيلف امتى الايميديت تتحول لريسنت وامتى الريموت تتحول لايميديت، ويعني ايه وركينج ويعني ايه نوت وركينج ميموري ويعني ايه ديستنت ميموريز، لسه مش اندرستود بشكل كبير. لكن احنا في المنهج بتاعنا نقدر نقسمه لايميديت ميموري، يعني حاجه وقتيه ولحظيه انا محتاجها وانا شغال، حاجه ريسنت، حاجه ريموت، وفي حاجه اسمها كانوت بي ريتريفد، يعني حاجات اترمت خلاص اللي هي ديستنت ميموريز. كل الكلام بتاع الفورميشن اوف ميموريز والكلام ده كان يهمنا ان احنا فاهمين بشغال ازاي بشكل كبير، لكن حته معقده في الهيومن فيسيولوجي هو الفورميشن اوف ميموري. لكن لما نتكلم مثلا على موتور موفمنت وان انا بتعلم حاجه جديده، فانا وانا لسه بتعلمها في الاول اكيد شغاله حاجه اسمها وركينج ميموري، فانا عمال اغلط كتير، لسه الموضوع مش مرسوم في دماغي. ثم الموضوع بقى ريسنت، يعني لسه متعود عليه وبحاول اشتغل منه. ثم بعد كده يبقى كونسوليديتد وبقى اسمها فول تايم ميموري، حاجه على طول ما بتتنسيش، اتعلمت سواقه ما بنساهاش، اتعلمت حرفه معينه ما بنساهاش بسهوله. لكن الكلام ده معظمه في الموتور ليرنينج مش في الذاكره فقط او الاحداث. فبلاش نخلط ما بين ان انا ازاي اكون موفمنت ميموري بين انا اكون سنسوري ميموري، او حاجه حسيت بيها، حاجه مش موفمنت، حاجه حدث في حياه، حاجه مثلا ظرف وات ايفر. دي اللي بنتكلم عليها اللي هو الايميديت والريسنت والريموت. لكن الثانيه اسمها اللي هي الموتور، اسمها موتور ليرنينج، واسمها ليرنينج ميموري، واسمها سيربيلم اشيفد ميموري، وحاجات كتيره تخص الجزء ده. فما نخلطش ما بين ان انا اعمل ميموري لموتور موفمنت وان اعمل ميموري لسنسوري انفورميشن، دي حاجه ودي حاجه.
ده الموديلنج بتاع الميموري بيكلمك على ان انفيرمنتال انبوتس حواليك بتسجل سواء فيجوال ستيميليشن، اوديتوري ستيميليشن، هابتك ستيميليشن. هابتك معناها حاجه فيجوال اوديتوري في نفس الوقت. ثم بنروح نخزنهم كشورت تيرم سريع كده، تيمبوري، حاجه مؤقته، وركينج ميموري. ثم لو الشغلانه خلصت ومش محتاجها تاني هترمي على كده. لكن لو انا حاجه بكررها بمرور الوقت لازم اعمل حاجه اسمها ريهرسل، يعني عمال اكرر في الموضوع لغايه ما اجيب الصح بتاعه. كودينج يعني عرفت الصح من الغلط. ديسيجنز قررت ازاي اصلح الاخطاء دي. ريتريفال استراتيجي ازاي استرجع هذا الكلام. هذا الكلام كده معناه ان هيكونسوليديت الميموري دي ويحولها لحاجه اسمها لونج تيرم ستور او البيرمننت ميموري ستور. دي بقت حاجه قابله للتخزين وقابله للريتريفال ان انا استرجعها تاني، وفي نفس الوقت فيها كودينج معروف الصح والغلط، وفيها ديسيجن امتى اقرر الصح، فبالتالي اقدر اعمل حاجه اسمها ريسبونس اوتبوت. الموديل بتاع الميموري ده يمكن ده من اكتر الوركينج مودلز لغايه دلوقتي، برغم ان هو قديم، ده من السبعينات وبيفسر حاجات كتيره، لكنه للاسف هو مهتم اكتر بالكودينج والديسيجنز والريتريفال بتاع الموتور موفمنت، مور ذان ان هي سنسوري، ومور ذان ان هي حاجه مجرد بس ثوت او مجرد حاجه من احداث الحياه او وات ايفر. هي مش موجوده بنفس الشكل ده، فالموديل ده مهتم اكتر بالموتور موديلنج مور ذان السنسوري موديلنج. ندخل بقى في الهيومن سنسز اللي هو الفيجن، السميل، الهيرينج، التاتش وكل الكلام ده، ونفهم شويه الحاجات دي شغاله ازاي وممكن نستفيد منها ازاي في النولج بتاعتنا. السنسوري ريسبتورز او المستقبلات الحسيه بتاعتك موجوده تقريبا في جسمك كله، موجوده في كل حاجه، موجوده في السكن، موجوده في الاورجنز، موجوده في الليجمنتس، موجوده في المسلز، موجوده في كل شيء وليها مختلف الاسامي. لكن احنا ما يهمناش اماكنها قد ما يهمنا هي بتستقبل ايه بالظبط. فاحنا نقدر نقسم السنسوري ريسبشن بتاعك او البرايمري هيومن سنس لاربع حاجات: الفوتو ريسبشن او استقبال الفيجوال ستيمولاي، الكيمو سيبشن او الكيمو ريسبشن التعرف على التغيرات الكيميائيه سواء جوه السكن، سواء جوه السيل، سواء جوه اي حاجه، ميكانو ريسبشن او ان انا بعرف استقبل ازاي الاحساس الميكانيكي، التاتش، الفريكشن، اي حاجه بتتحرك بشكل ميكانيكي حواليا اقدر احدد اذا بتتحرك في اي اتجاه ولا لا. والثيرموسيبشن هو الاستقبال الحراري بتاعك سواء من بره او من جوه الجسم. يبقى انت عندك اربعه مين سنسوري ريسبشن: فوتو، كيمو، ميكانو، اند ثيرمو. اول حاجه الثيرموسيبشن او الثيرمو ريسبشن مسؤول عنه حاجات كتيره جدا، في كميه اسامي كتيره هتلاقوها في الحاجات دي، وكورباسلز ومش عارف ايه، كمية حاجات كبيرة قوي كده في أسامي الريسبتور احنا مش عايزينها عندنا في الترم. كما أنا بقول لك إن فري نيرف إندنجز موجودة في السكان مثلا بتحس بالتغيرات بتاعت التمبريتشر، هل الدنيا بتعلى بتوطى و و و و والكلام ده، وبالتالي بتدي إشارات مباشرة على طول في البريفرال نيرفس سيستم ومنه إلى البرين ثرو السباينال كورد طبعا تراكت، عشان نحدد هل احنا محتاجين أي نوع من الكونستريكشن أو الدايليشن أو الكلام ده. طب هو الكلام ده ليه علاقه شويه بالسمباثاتيك والباراسمباثاتيك نيرفس سيستم مور ذان ان هو حاجه فولنتري انت بتعملها. فخلي بالك ان الثيرمو ريسبشن من الحاجات الاوتونوميك الموجوده في جسمك، يعني انت مش بتدور عليها وتتحكم فيها بشكل فولنتري. فالثيرمو ريسبشن انليس ان هو تحول الى بين، يعني انت اتلسعت من حاجه، فده تحول لموتور ريسبونس انت ممكن تكون شويه بتتحكم فيه لان هو برضه ريفلكسيف في الغالب، لكن هو بشكل كبير جدا بيكون اوتونوميك، والمسؤول عنه الاوتونوميك نيرفس سيستم سواء السمباثاتيك اللي بيكونستريكت الدنيا او الباراسمباثاتيك اللي ممكن يفتح ويعمل دايليشن وهذا الكلام. يبقى الثيرمو ريسبشن من الاوتونوميك ريسبشنز الموجوده، وما تنساش ان الهايبوثالاموس من الاماكن المهمه جدا في الثيرمو ريسبشن ريجوليشن. رقم اتنين الميكانو ريسبشن، وهنا معناها ان انا اقدر استقبل الميكانيكال ويفز سواء كانت جايه لي من بره في شكل اوديتوري ستيمولاي، فانا اقول ان الهيرنج ده فورم من الميكانو ريسبشن،
او ان انا اقدر استقبل الميكانيكال موفمنت اللي بتتحرك جوايا جوه الجوينتس جوه المسلز جوه الليجمنت جوه تيبر، واسميها برضو ميكانو ريسبشن، وده جزء من البروبيوسبشن او من الديب سنسيشن المهمه في جسمك اللي هو السنس اوف بوزيشن اند سنس اوف موفمنت. فالميكانو ريسبشن ليها جزئين، جزء ان انا اعرف الميكانيكال ويفز اللي جايه لي اللي ليها طبعا رينج معين اقدر اسمع فيه كهيومن اير، فاقول ان الهيرنج معتمد على الميكانو ريسبشن، ونفس الوقت اقدر اعتمد على الميكانو ريسبشن في ان احدد السنس اوف موفمنت والسنس اوف بوزيشن، وده من اقوى البروبيوسبشن المهمه اللي لازم تكون عارفها في الترم بتاعنا، لان هي خطيره جدا في البيشنت اسسمنت اند تريتمنت بروتوكولز فيما بعد. يبقى الميكانو ريسبشن عباره عن جزئين، ميكانيكال ويفز اللي هي الاوديتوري ويفز، والميكانيكال موفمنت اللي هو بنسميها الجوينت سنس. وبعض الناس كمان بتقول ان الميكانو ريسبتورز مغرقه الليجمنتس عشان تحس بالتنشن بتاعها، مغرقه المصل نفسها. فالميكانو ريسبتورز موجوده تقريبا في كل السكليتال سيستم، في كل الموفينج بون سيستم. فالميكانو ريسبشن يعتبر من اقوى الريسبتيف بارس في السنسوري سيستم، وفي نفس الوقت متشعب حته منه اوديتوري وحته منه سكليتال muscles, bones, ligament وكل الجزء اللي بيعمل لك locomotion أو movements. السنس اللي بعد كده اللي هو الفوتو ريسبشن اللي هو مسؤول عن الاستقبال للفيجوال ستيمولاي. طبعا السايت، كلمة سايت معناها النظر يعني، سايت از فوتو ريسبشن، وده مسؤول عنه الريتنا الموجودة عندك في الاي، كل الاستراكشر بتاعت الاي بمختلف اساميها، الريتينال، فوفيا، اللنس، وات ايفر، كل الناس دي مسؤوله ان هي تعمل لك او تضمن لك اوبتيمال فوتو ريسبشن، اوبتيمال فيجوال ريسبشن. خلي بالكو ان كل السنسوري اللي احنا اتكلمنا عليه ريسبشن ريسبشن ريسبشن، لكن ما قلناش اناليسيس، ما قلناش انتجريشن، لان الاناليسيس الانتجريشن دي وظائف السي ان اس نفسه. لكن دلوقتي انا بكلمك عن ريسبتورز، ريسبتورز ما هي الا ريسبتور يعني بتعمل ريسبشن، لكن هل هي نفسها بتحلل؟ لا. هل هي نفسها بتفهم؟ لا، هي بتوصل فقط عن طريق البريفرال نيرفس سيستم لغايه ما نوصل للسنترال نيرفس سيستم. تقدر تقول ان الفيجوال ستيمولاي الفلانيه هي صوره قطه، الاوديتوري ستيمولاي الفلانيه ده صوت قطر معدي، الميكانيكال ويفز دي لا ده فايبريشن بتاع الموبايل بتاعي، لا ده الموفمنت الفلانيه ميكانيكال برضو ده البو فليكشن. يبقى كل اللي بنتكلم عليه ده ريسبشن وليس اناليسيس. اوعى تغلط الغلطه دي، دول ناس بيستقبلوا بس مش بيحللوا مش بيفهموا. يبقى انا عندي اربع انواع من الريسبشن، كان عندي فوتو ريسبشن، وكان عندي ميكانو ريسبشن، كان عنده ثيرمو ريسبشن، واخيرا كيمو ريسبشن في السلايد اللي جاي. اخيرا الكيمو ريسبشن، وهو مش مجرد بس انك تقول ان التيست سنسيشن او التذوق هو من اكبر امثله الكيمو ريسبشن، او التيست بادز او التذوق والحلمات بتاعته في اللسان هي المسؤوله عن المعرفه بتاعت اربع حاجات كوظيفه التذوق اللي هو سولتي سويت ساور بيتر. الحاجات دي كلها من اكبر امثله الكيمو ريسبشن، بس مش ده الكيمو ريسبشن بس الموجود في جسمك، انت عندك كميات ضخمه جدا من الاوزموتيك باور جوه السيلز، من الايون بالانس، من الكيميكالز اللي بتفرز، من الهرمونز، كل ده ليه كيمو ريسبشن. فما يبقاش الكيمو ريسبشن بس اللي في بالك ان لسانك يقدر يفرق الحاجه المالحه من الحاجه المسكره، لا ده انت عندك كميات مهوله من الكيمو ريسبشنز موجوده في جسمك على السيرال ليفل، حتى الهرمونز، حتى الانزيمز، حتى الانفلاماتوري ميديتورز بتحصل في الانفلاميشن كلها محتاجه سنسيتيف كيمو ريسبتورز موجوده على مستوى السيلز عشان تحدد الانفلاماتوري ريسبونس قد ايه، والا الدنيا تبوظ منك. فالكيمو ريسبشن هنقدر نقول في الترم ان هو حاجتين كبار، ناخد مثال التست سنسيشن هو وان فورم اوف ذا كيمو ريسبشن، والمثال الثاني على السيلولار ليفل اللي هو بيقيس السنسيتيفيتي بتاعت البي اتش بتاعك ليفل قد ايه، بيقيس الانزيماتيك ليفلز، بيقيس الهرمونز، وبيقيس الانفلاماتوري ريسبونس. يبقى كمان الكيمو ريسبشن ليه ميجور سيلولار ليفل كنترولينج ميجور فانكشنز اند ميجور بالانس. يعني تخيل ان البين سنسيشن حته ضخمه جدا منه كيمو ريسبشن،
دلوقتي اتعورت او اتصبت اي اصابه، الانجر تيشو بتريليز على طول كيميكال ميدييتورز، على طول كيميكالز، مواد كيماويه. كيميكال ميدييتور بتستعملها كيمو ريسبتورز موجوده في المنطقه، تبدا تسيجنال وتبعت بسرعه جدا. تغير رهيب يا جماعه في الكيميكال انفايرمنت، تغير في البي اتش ليفل، تغير تغير تغير، كل الكلام ده تخيل البين ريسبونس عباره عن كيمو ريسبشن، مش ميكانيكال بس، مش ثيرمال، مش حتى الثيرمال، حتى لو اتلسعت اللسعه دي نفسها عملت انجري للتشو، التشو بتفرز كيميكال ميدييتورز كريسبونس. فبالتالي البين ريسبونس من اقوى الاكزامبلز للكيمو ريسبشن، مش بالشكل انت متخيله ان البين ده عباره عن حاجه سنسوري بس، او عباره عن ميكانيكال ريسبونس، او التشوز اتعورت وخلاص. لا، ده مثال ضخم للكيمو ريسبشن. من غير الكيميكال ميدييتور، الانفلاماتوري ميدييتور، ممكن ما يبقاش عندك اصلا اي نوع من البين ريسبونس، ممكن فيه اصابات عنيفه زي البيشنت اللي عندهم ادفانسد فورم الدايبيتس ميليتس، بقى عندهم لوس اوف سنسيشن، بقى عندهم لاك اوف كيمو ريسبشن بشكل كويس، وبالتالي مش حاسس بحاجه وعمال يتصاب وعمال يحصل له كوارث من غير ما يعمل ريسبونس الطبيعي للمكان، فبالتالي المنطقه تصاب اصابات اكبر، ممكن بعد الشهر كمان يحصل لها نوع من التيشو دامج الريفرسبل، والقصه بعد كده توصل لامبيوتيشن. فننتبه ان البين من مش بس other form of chemoreception، ده major form of chemoreception. خلينا نختم المحاضرة بتاعتنا باكزامبل كده لطيف عن حاجة اسمها السنسيزيا، بس السنسيزيا مش في المنهج بتاعنا، ومع ذلك خلينا نقول ان بعض الناس هتشوف الصور دي بشكل سهل جدا 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 جدا، ناس تانية هتبقى صعبة قوي تشوف الارقام في وسط الدوائر، ناس تالتة مش هتشوف حاجة خالص، وناس رابعة هتشوف بعض الأرقام بشكل واضح جدا وأرقام تانية بشكل غير واضح. ده نوع من اختلاف البرسبشن الشخصي عند كل واحد. انت لو بصيت مثلا للمربع الاولاني فوق، طبعا مش هقول الارقام عشان خاطر ما حدش يغش يعني، بس انت في الاول بتبقى شايف الدنيا عباره عن بقع الوان، ثم بعض الالوان بتبرز وبعض التاني ما بيبرز. بعض الناس الالوان اللي هتبرز معاهم في الدايره هي الوان الرقم، فهيشوفها بسهوله جدا من الاول. بعض الناس التانيه الالوان اللي بتبرز هي الوان المحيطه بالرقم، مش بالرقم نفسه، مش الرقم هو، بالتالي هو مش شايف حاجه. مش معنى كده ان ده عنده عمى، او التاني ما بيشوفش، او التالت عنده نوع من الاختلال، لا، هو اختلاف البرسبشن عند الاشخاص بيغير من طريقه رؤيتهم للاشياء. وفي ناس هتشوف الحاجات دي بالوان مختلفه عن ناس تانيه، وناس تالتة هتشوف الأرقام بمنتهى الوضوح لكن بألوان غير الألوان اللي الناس بتقولها. فالبرين يا شباب عبارة عن مكان معقد، مش مجرد بس حاجة بسيطة بترسيف وبتكماند، لا، في كميات مهولة من الأناليسيس وكميات ضخمة من البرسبشن، درجة إنها بتتأثر بالشخصية بتاعتك وبطريقة تفكيرك وحتى بطريقة رؤيتك للحاجة، بالرغم من إن إحنا كلنا نبقى شايفين حاجة لكن البرسبشن بتاعنا بيبقى مختلف. ده المحتوى بتاعنا على مستوى المحاضرتين. انا اهتميت قوي انك تكون قسمت البرين من ناحيه الفسيولوجيكال، ربنا يكرم ان شاء الله البرين ارياز بالتفصيل بتذكر في الماده بتاعه النيورو ميديسن. نهتم جدا جدا بمعرفه الارياز، والارياز دي بتعمل ايه، والارياز دي كمان ارقامها ايه، ومهمه في انتاج انهي تراكتس، مهمه في انتاج انهي موفمنت، لان هي هتفرق معاكم كتير باذن الله. وشكرا جزيلا، ويا رب بالتوفيق، والسلام عليكم.